بعمل لك القطايف ازاي؟ احط شويه كنافه احشيها الحشو بتاعي اهو، شويه كنافه محمره، شويه كنافه محمره، احط لها زبيب، احط لها زداني، واحط لها شويه قرفه، وادي لها معلقه من الشربات التقيل البارد للكنافه، معلقه، اسقيها بيها. والقطايف عندك اهو يا حسني جاهزه من عند الحاجه ام عمر، شفت قطايفنا، وحمرها وانزلها في الزيت. ادي القطايف عندك اهو زي ما انت شايف كده قدامك، ابدا اقفلها كويس واقليها في الزيت واطلعها احطها في شربات تقيل بارد. وعيش يا حسني وعيش كل سادة مشاهدينا.